ضيوفنا الكرام، نكرر ترحيبنا بكم جميعا، فحللتم اهلا ووطئتم سهلا. ايها الحفل الكريم، نرحب بالشيخ محمد بن رده بن مطر الخديدي صدر خديد ومجمع العتيبه في كل محافلها، وله بهذه المناسبه كلمه فليتفضل مشكورا ماجورا لإلقائها. بسم الله، والصلاة والسلام على خير عباد الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى، ولك الحمد والشكر بعد الرضا. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وإن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم. أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة تعودنا بكل عام أن نرى الزواج الجماعي لقبيلة الثرمان من أنفعة، تميز جديد في كل مساء وفي كل قاعة نرى احتفالات بالزواج الجماعي، ولكن قبيلة الثرمان تميزت عن غيرها من القبائل. لا أقول هذا مجاملة بما أني على منبرهم. كثير من القبائل إذا عندهم كرنفال في الزواج الجماعي يستأجرون الصفوف، وقبيلة الثرمان على عادة الأب والجد، اجتهاد من قبيلة الثرمان خلقوا في أبنائهم الحموة والموقف المجمل وموقف القبيلة، فكل كبير وصغير من قبيلة الثرمان يحس بالمسؤولية في مثل هذا الكرنفال، وهذا ما نراه حولنا قليل. أما قبيلة الثرمان، وأنا سبق في أحد المناسبات في تسمية لقبيلة الثرمان تكلمت عن ذلك. قبيلة الثرمان اجتهادهم من أبنائهم ووقوفهم من أبنائهم، وهذا شيء يحسدون عليه. أقول لي شيابة قبيلة الثرمان، بيض الله وجيهكم على هذا الساس الجميل الذي خلقته في أبنائكم وتوارثته أبا عن جد، شكرا لكم. أنتم مجملين قبائل بني سعد ومجملين قبيلة النفعة التي هي العمود الفقري لقبيلة عتيبة. مهما أتكلم في هذا المنبر فأنا لا أوفيكم حقكم، فحقكم أكبر من ذلك. أخي وصديقي عبد الله بن علي طلب مني المشاركة قبل 10 دقائق، والله الذي فطر السماوات والأرض أني لم أعد هذه الكلمة، ولكن من موقف على منبر النفعة وعلى منبر الثرمان المساحة كبيرة أمامي. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة، شكرا لشيخ قبيلة الثرمان وأعيان قبيلة الثرمان على هذا الاستقبال الجميل وعلى هذا الكرنفال الجميل، ومن أحسن إلى أحسن إن شاء الله. أما فرساننا في هذه المساء فأقول لهم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير. وهذه العادة أتمنى من الله العلي القدير أن كثير من القبائل يسلكون طريق الثرمان، الطريق الجميل الذي أعدوه لقبائل بني سعد. شكرا لكم مرة أخرى.
أتمنى من الله العلي القدير أن يحفظنا بالأمن والأمان وطاعة الرحمن، ويحفظ مليكنا سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، ويحفظني ويحفظكم في هذا المكان من كل شيطان، إنه على كل شيء قدير. ختاما أنا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للشيخ محمد بن رد الخديدي على هذه الكلمة وعلى هذه المشاركة، فله جزيل الشكر.